بضيفي الأستاذ جونين بن يسخاق، ضابط سابق في الشباك. أهلا بك أستاذ جونين معك. لنبدأ فيما يتعلق بداية بقطاع غزة وتحديدا المفاوضات المستمرة بشأن الصفقة تبادل الأسرى، برأيك إلى أين تتجه الأمور وما المتوقع إسرائيليا من رد حماس في المرحلة الحالية؟ מצד אחד מחכים כרגע לתשובה של חמאס. ינתדרון אג'אבת חמאס. למצב הזה. להדה לודע מנחיה תניה. מבינים שנתניהו נמצא. נפהם אלה נתניה. הוא מוג'וד במושקל הסייסייה סבא. לאנה הוא מן אלג'אנב אל ימין פי אלחרת הסייסייה לדי מערדה. וקד עלמה הוא בן גביר אנה הוא אידה כנת הנה כסופקה סבא פהוא סיוסקת אלחוקומה. ومن ناحية ثانية نتنياهو قال اليوم هناك خطوط حمراء وهناك مرجع هو الصفقات السابقة، يعني نتنياهو يبحث عن مخرج لكي لا ينفذ الصفقة، ورغم أن هناك 136 شخص موجودين تحت الأرض، ونتنياهو قد يبدو أنه غير ذاهب لإتجاه الصفقة. يعني على ما يبدو بالفعل أستاذ جونين نتنياهو غير معني في هذه الصفقة، ويبقى سؤال هل من مصلحته بالفعل الذهاب إلى هذه الصفقة؟ ذكرت أو يعني تحدثت عن موقف بن غفير وسموتريتش وشركائه اليمينيين، ولكن في المقابل الضغط الأمريكي مستمر. رأينا أيضا موقف من قبل لبيد الذي أراد أن يعطي هذه شبكة الأمان فيما يتعلق بالحكومة. هل تعتقد أن رغم كل هذه الضغوطات أيضا نتنياهو يعني يستمر في الخروج او في ايجاد مخرج للتهرب من هذه الصفقه؟ انا خشه كان نتنياهو لا ارى ان نتنياهو لا يهتم حتى بالدخول الى مواجهه مع الولايات المتحده. نتنياهو مستقل قديم وهو ينظر الى الامام الى مستقبله السياسي، ويعرف ان مستقبله السياسي ليس بايدي لبيد بل بايدي بن غفير، وهذا وضع يقوله المزيد من الناس. يبدو ان نتنياهو أهم حياة ائتلافه وائتلافه المستقبلي من حياة المخطوفين، هذا هو الوضع. ولكن أستاذ جونين فيما يتعلق بشروط الصفقة، هل كنت وأنت رجل في الشباك وكنت ضابط كبير وتعرف أن ربما هناك أمور صعبة على القادة الإسرائيليين اتخاذها، خاصة فيما يتعلق بالأمور الاستراتيجية، ألا تعتقد أن الذهاب إلى الصفقة في هذه المرحلة ألا يعتبر رضوخ لحركة حماس؟ كنت تري نصيم استراتيجي الجانب الأمريكي. نصيم استراتيجي المواضيع الاستراتيجية عند الحديث عنها، مثلا بيع غواصات لإيران هي موضوع استراتيجي ولم يهتم نتنياهو بذلك. هذه أمور استراتيجية ولم يكن لنتنياهو أي مشكلة معها. لا شيء حاليا في الاتفاقية يحمل وجها استراتيجيا. إسرائيل يمكنها أن تتوقف وأن تستمر لاحقا. نتحدث عن أمور تكتيكية، موضوع تحرير الأسرى تكتيكي، نحررهم وبعد ذلك نعالج أمرهم. وأنا سنوار تحرر في صفقة شاليت وإسرائيل أتاحت له التحرر والعمل بحرية. هذه عملية فيها إهمال، ولكن هذه كلها أمور تكتيكية. من الخطأ العودة إلى هذه النقطة، خاصة فيما يتعلق يعني هناك من يرفض في نهاية المطاف، هناك حتى الشارع الإسرائيلي الذي يريد تحرير الأسرى ولكن يقول ليس بأي ثمن في نهاية المطاف، الشارع الإسرائيلي لا يريد صفقة شاليت اثنين. نכון، انا مسكينك افال، فيش بو افال جدول. ولكن دولة إسرائيل لا يمكنها الوصول إلى إنجازات عسكرية في حين هناك في أنفاق حماس 136 إسرائيلي، لأن هذا يعني بأن إسرائيل تضحي بهم وتقول ليس مهما لدي، أنا يجب أن أصل إلى أهدافي في غزة. ونرى أنه في خان يونس ورفح لا يمكن إنهاء المهمة طالما هم تحت الأرض، فإذا فإما تحريرهم حتى بثمن كبير
الكبير، وحينها استراتيجيا يجب أن نصل إلى الحسم أو أننا بوضع نتخبط فيه وبمكاننا. لكن يبقى السؤال، هل السنوار بالفعل سيضحي في الورقة الأهم وهي ورقة المختطفين في المرحلة الحالية؟ أنا مؤد منسي لولك أنا صور شو السنوار. أنا أحاول جدا أن أدخل إلى رأس النوار، ولكنني أعتقد ونحن نعرف اليوم بعد 7 أكتوبر أننا لا نستطيع أن نحذر ما برأس النوار، ولكنني أفهم وأسأل ناس يعرفونه يقولون أنه لن ينتحر، ونحن لا نرى أن حماس تستخدم المخطوفين. هم يعرفون بأن هذه بطاقة مهمة، وهم يريدون الوصول إلى صفقة تشمل أيضا حصانة له ولرجاله.